قوي بتشبعه بالوطنية بالإرادة والعزيمة، واستطاع أن يفوز بصعوبة جدا 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 على فريق كوريا الجنوبية، وكانت خيبة أمل الكوريين كبيرة كبيرة جدا، وفرحة الجزائريين كبيرة كبيرة جدا. ونقول احنا قلنا إن شاء الله هنيئا للفريق الجزائري بالفوز. كانت لنا احتمالين، احتمال الأول ملاقاة الفريق المصري، احتمال ثاني ملاقاة فريق عمان الشقيق، ولكن كان القدر عمان. ومصر سقطت أمام البرازيل بهدفين مقابل صفر، وهذا السقوط سمح لعمان للمشاركة في النهائي، لكن كان نهائي بالوقت الإضافي لأن كان قوي جدا وصعوبة المناخ، يعني كنت على أعصابكم أعصاب كلها، ولأن كل دولة كانت تحاول أن تفوز بهذه المقابلة، لأن طعم ميدالية ذهبية في كرة القدم خاص، له نكهة خاصة، وإحنا الجزائريين تعودنا على هذه النكهة. ما كانش عندنا حق باش نقبلوا الانهزام، عندنا نسوة الفوز دائما أكيد. وكان الشبان الحقيقة متشبعين، وبهذه المناسبة أحيي وأهني كل الشبان الذي شاركوا في هذه الملحمة، وأيضا الطاقم التقني على رأسه يونس افتسان الذي قاموا بعمل جبار منذ زمن طويل لتحضير هذا الفريق لخوض هذه المغامرات. وقل لكم كانت الملحمة كبيرة كبيرة جدا، في خاصة في كرة القدم، لأن النتيجة ما كانتش سهلة. وأقول بهذه المناسبة بأن الجزائر، علم الجزائر كان يرفرف فوق سماء السلام، هذا هو سماء كوريا الجنوبية، وهذا هو هدفنا الأول اللي احنا دائما كنا نشبع ابنائنا وعزائنا الرياضيين بهذا الطعمة، هو النكهة، وهو رفع علم الجزائر بالنشيد الوطني، وهو الهدف المنشود من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل نجاح الرياضة العسكرية لشرفة الجزائر في مختلف النشاطات الرياضية وفي مختلف المجالات. شكرا لك زيان، مدير الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وهنيئا الفوز للجيش الوطني الشعبي، وهنيئا أيضا للجزائر. كلمة أخيرة سيدي. كلمة أخيرة بأن نقول لازم على كل الشعب الجزائري وكل الجزائريات والجزائريين وأفراد الجيش الوطني الشعبي أن يكونوا لهم فخر واعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي للرياضة العسكرية. وأقول بأن تهنئة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هي زادتنا إرادة وإيمان وقوة، وعطتنا نظرة بأن القيادة العليا السياسية تتابع الرياضة العسكرية في وطننا، وحتى الرياضة الوطنية كل الاختصاصات، وحتى الرياضة العسكرية. وأيضا تهنئة كل السلطات وعلى رأسهم أيضا سيادة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للفريق، كانت حمستنا وحفزتنا. وأقول نحن جد مبسوطين بهذه النتائج، وأيضا كل الوفد الجزائري الرياضي كان فرحان بهذه النتيجة، لأننا أدخلنا الفرحة والبهجة في قلوب كل الجزائريات والجزائريين، وهنيئا للجزائر. هنيئا للجزائر، النجاح كانت هي رفع غاية الجزائر عاليا في سماء كوريا الجنوبية. يعطيك صحة سيدي، شكرا جزيلا لك، لواء مقدد.